بعد 3 سنوات من الحرب ضد قوات النظام، تسعى الفصائل العسكرية المقاتلة في سوريا لتنظيم وتطوير عملها لتستطيع مواكبة تحول سير المعارك هناك. فكان للمدربين العسكريين الإخصائيين دورا في هذا التنظيم. بعد تحول سير الثورة في سوريا من السلمي إلى العسكري، وبعد تحول معارك المجاهدين من حرب العصابات وحرب الشوارع غير منظمة إلى حرب جيوش منظمة، وبعد تنظيم هذه المجموعات الصغيرة إلى كتائب وألوية، كان لابد من إعداد هؤلاء المجاهدين وتدريبهم. فقمنا نحن مجموعة من المدربين بإعداد هؤلاء المجاهدين وتدريبهم بدنيا وعسكريا. فقمنا بجمع أنفسنا وتشكيل سرية خاصة تقوم بإعداد المجاهدين وتدريبهم ورفع مستواهم. ومع استمرار الأيام وطول العمل العسكري، أصبحت الفصائل في سوريا ضمن تشكيلات واحدة. كان لسرية أكناف بيت المقدس دور في هذا، حيث قامت السرية بتطوير نفسها إلى أكاديمية أكناف بيت المقدس في عموم سوريا، وكانت سريتنا ضمن هذه الأكاديمية في الغوطة الشرقية، حيث تقوم أكاديمية أكناف بيت المقدس للتدريب العسكري للقيام بمعسكرات تدريبية لهؤلاء المقاتلين ليستطيعوا خوض هذه المعارك ومجابهة هذه القوى التي اجتمعت ضدهم، بعد أن قام النظام بالاستعانة بخبرات روسية وكورية وإيرانية ليحرز تقدما على الجبهات. حيث تنشط هذه الأكاديمية في عموم سوريا وخاصة في الغوطة الشرقية، حيث تقوم السرية التابعة لها بتدريب المقاتلين على الفنون القتالية والتكتيك والاقتحام، وتقوم بتجهيز السرية ومجموعات خاصة لاقتحام المقرات الأمنية. كان معكم منصور أبو الخير، الغوطة الشرقية المحاصرة.